هذا البرنامج برعاية ولا حدا. عزيزي سبونسر تواصل معنا من خلال إيميل info@hassanesheikh.com. Old MacDonald's had a farm. هذه أغنيتنا المفضلة هلا قبيلة. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. إن شاء الله everything is fine. أهل المسام الشباب والصبايا الطيبين. Thank you لكل الأشخاص اللي عم يتواصلوا مع البرنامج من خلال الإيميل info@hassanesheikh.com. Thank you لكل الأشخاص اللي هيك صوتوا للبرنامج من خلال المنصة اللي عم تسمعوا من خلال البرنامج، سواء Apple Podcast, Spotify, Google Podcast أو Anchor حتى. You favorite this show حتى طوله 5 نجوم أو كبستوا له لايك على اليوتيوب. Thank you لكل شخص نشر هذا البودكاست عن طريق الواتساب. Apparently لسه الناس بتستخدم واتساب، وهي منصة الانتشار رقم 1 according to the statistics اللي اطلعت عليها من يومين. فكان أكتر مكان موجود فيه لينكات على الشو هو الواتساب، الناس عم تبعت لبعض على الواتساب. I'm very 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 thankful. خلينا نشوف إذا بس هذه شغلة كمان نسيت شوفها، إذا البرنامج بعده ترتيب الدول أو الانتشار فيه للدول مثل ما هن. مبدئيا لا، صار في تغيير. لا ما صار في تغيير. دولة الإمارات العربية المتحدة، ألجيريا، سعودي أرابيا، عراق، جيرماني and United States. 1 2 3 4 5 6 هدول هن التوب 6. طبعا بعدين بيجي لبنان، فلسطين، مصر، تونس، الأردن، سوريا، كويت، ليبيا، UK. Alright. Thank you. Love to everyone. خلينا نطلع على شوية أخبار تكنولوجي you have to know. حلت المملكة العربية السعودية في تقرير التنافسية العالمي GCR لسنة 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum ضمن الدول 10 الأوائل عالميا في المهارات الرقمية بين مؤشر السكان النشيطين. طبعا أرجع التقرير هذا تقدم إلى 4 عوامل تتمثل في تبنيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيبها العمل المرنة أو ترتيبات العمل المرنة واللي بتتمتع فيها، إضافة إلى المهارات الرقمية الوطنية اللي بتحظى فيها وكذلك الإطار القانوني الرقمي اللي بتمتلكه. وأطلقت السعودية العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز المهارات الرقمية، ومن بين أبرزها 4 أكاديميات جديدة هي الأكاديمية السعودية الرقمية، أكاديمية مسك، أكاديمية طويق، والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات. طبعا أسهمت أيضا مبادرتي العطاء الرقمي وثينك تيك أو ثينك تك مكتوبة بالعربي بنشر المعرفة ومحو الأمية الرقمية من خلال الوصول إلى أكثر من 15 مليون مستفيد ومستفيدة حول العالم وأكثر من 70 ألف ناشئ، فضلا عن 31 ألف متدرب ومتدربة في مبادرات مهارات المستقبل. وحصلت السعودية على الجائزة العالمية لتمكين المرأة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU وإطلاق إصدار المهارات الرقمية المبني على إطار SFIA العالمي، واللي بيمثل لغة موحدة بتربط جميع الجهود لتأطير وتقييم وتوظيف وتنمية المهارات الرقمية. كفو كفو عيال المملكة، كفو والله على رأسي. الغارديان، حساب ترامب على تويتر اخترق في أكتوبر. Yeah, what's new about that يعني. Okay. عسيرة الهاكينج من يومين، مش صار في هاكينج ل ونية مش صار فيه من يومين هاكينج للولايات المتحدة. أوكي. كشف باحث أمني أنه حذر شركة سولار وينز للبرمجيات منذ العام الماضي من استخدام كلمات مرور ضعيفة لخادمها الرئيسي المسؤول عن إرسال التحديثات البرمجية إلى عملائها. وذكرت وكالة رويترز أنه الباحث بنوث كومار حذر الشركة الأمريكية من استخدام سولار وينز 123 يا حبيبي ككلمة مرور، لأنه بيسهل تخمينها واختراق الخادم الرئيسي بواسطة أي مخترق. يا شباب ال 123 مش مصعبين الباسورد، إذا بدك صعبة أكتر 12345. هات لنشوف worst passwords for 2020.
اوكي هاي دي 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 اوكي اسوأ 100 باسورد رح اقرا لكم اسوأ 10 يا حبيبي يا حبيبي كلهم شبه بعض او اسوأ 100 كلهم شبه بعض اسوأ 10 باسوردات مستخدمين في كوكب الارض اول باسورد 1 2 3 4 5 6 باسورد كتير كتير غبي كتير زيادة عن اللزوم إذا الباسورد تبعك واحد من هدول بليز غيرون هلا وهلا بيقول لكم كيف تغيرون بطريقة سهلة جدا تاني أسوأ باسورد في كوكب الأرض أصعب من الباسورد الأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يا عبقري يا أنا ركبي فكه من صعوبة الباسورد ثالث أسوأ باسورد في الكوكب هي كلمة باسورد رابع أسوأ باسورد هي كويرتي 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 لا هذا عبقري 1 1 1 1 1 1 ليه شيخ ولا 1 2 3 4 ولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 أكمل أنا رح أشد أدنية يا شباب يا صبايا يطول بعمركم إلهي حبيبي أنت ممكن تعطي نسخة من مفتاح بيتك لأي حدا موجود بالشارع طيب يعني الانستغرام تبعك ولا التيك توك ولا الايميل ولا حتى الموبايل هدول كلياتهم صاروا بيتك الرقمي صحيح انه سخيف وتافه في ثلاث ارباع اللي موجودين جوا البيت بس خليه جوا البيت يعني صحيح انك ماشي بالزلط ببيتك وبيتك كلياته من ازاز وكل الكره الارضيه عم تتفرج عليك وانت النمرود جواتك صاحي من النوم عم تقول شوفوني 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 نو بروبلم بس مع هيك خلي مفتاح بيتك يكون مش 1 2 3 4 5 6 ولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يو نو ولا برنس ولا برنسس ولا مونكي ولا موني ولا FU ولا الحكي الغبي هاد نو الباسورد it has to be something difficult خلطة جميلة بين الكابيتال لترز الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة خلطة ما بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة والأرقام خلطة ما بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة والأرقام والسيمبلز اللي هي الإشارات أو العلامات الترقيمية نقطة فاصلة مربع مربع ما في مربع إشارة تعجب إشارة استفهام خلطهم هيك عمول كومبينيشن وزيد عن 8 حروف مثلا أحسن كيف بدي تذكرها في طريقتين أول واحدة تخترع أنت نظام لتذكرك للباسورد يعني مثلا بدنا نكتب شوجر شوجر سكر يا عمي حرف الاس شبه شو من الرموز شبه الدولار ساين بتبلش شوجر بالدولار ساين واليو خليها يو صغيرة الجي خليها جي صغيرة الاي لا الجي خليها كبيرة مثلا الاي شبه حرف رقم 4 خليها رقم 4 الار شبه مدري شو شبه ستك حط ستة صورة ستك والموضوع عادي الامور طيبة You know? هاي اخترعنا شجر بعدها صغير لهذا شجر وسولت مثلا ليش شجر وسولت هيك في الحمل المولي اخي عكيفي مثلا نخترع نظام تشفير وترميز لباسوردات ممكن تكون كتير سهلة يعني حسان HASSAN يعني H capital بدل الـ A بحط رقم 4 بالانجليزي حسان واحدة دولار ساين او واحدة S small والرقم والـ A التانية منحطها A capital والان نحط ان سمول يا اخي او منحط نقلب الان بتصير يو الان سمول بتصير يو مثلا هيك بيني وبين حالي اخترعت نظام تشفير لكلمة حسان بطلت حسان صارت شيء تاني هذا واحد اثنين فينا نستخدم باسورد مانجرز في برامج إدارة باسوردات موجودة جميلة خفيفة ظريفة لطيفة منا مدفوع ومنا مجاني مجاني أنا I support Bitwarden open source الجماعة الشفرة المصدرية تاعيتهم مفتوحة وكل الكوكب عم بيتفرجوا عليهم and you can support them $10 بالسنة if you want to pay if you don't want to pay you don't pay وبتستخدم الباسورد مانجر من الألف إلى الياء بكل تفاصيله وببلاش بتدفع $10 بيطلع لك شغلتين ثلاثة اكسترا مش انت بحاجة الى ضروريات لا بس انه تجنريت باسوردز انك تخترع باسوردز مثلا 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 شوف الباسورد اللي هلا على الباسورد جنريتر قدامي يا حبيبي التعقيد سي كابيتال هذا كبست كلمة جنريت مرة واحدة سي كابيتال بي سمول جي كابيتال المثلث اللي لفوق
تسعة بي كابيتال تي سمول ام كابيتال 5 اتش سمول 2 مثلث علامة بالمية تسعة. هذه باسورد. هلا بكبس ريجنريت باسورد بيطلع لي دي كابيتال في سي يو نو. فهمت القصة؟ خلصنا. فهذا البرنامج جدا جميل جدا بسيط وذكي جدا يعني حالاته انه بيشتغل كاكستنشن على البراوزر على الكمبيوتر موجود فايرفوكس وكروم وسفاري وانترنت مش اكسبلورر وادج وبريف اي كروميوم براوزرز بيركب عليه براوزر بيركب عليه اكستنشن. تركب اكستنشن او بتنزل السوفتوير تبعه الابليكيشن نفسها على الويندوز وعلى الماك وعلى اللينكس او بتنزله على الاي او اس وعلى الاندرويد او بتنزله بكل محل من هدول وبتخلق حساب واحد بون ماستر باسورد وهو لحاله بيحفظ لك باسورداتك. بتفوت شو باسورد الجيميل تبعي موجود بالبيتوردن، شو باسورد الفيسبوك تبعي موجود بالبيتوردن، وبيخترع لك باسوردات صعبة وانت بتقول له حدد لي اياها، بدي اياها كابيتال لتر وسمول لتر وارقام وحروف وأرقام وإشارات إشارات ترقيم صعبة هاشتاج وآد ساين وبرسنت ودولار ساين وشغلات غريبة مثل هيك you know؟ هو بيعمل لك خلطة من عنده وبيحفظ لك إياها بيسيب الباسورد. أنت عليك تتذكر باسورد واحدة بس اللي هي الباسورد تعيت الباسورد مانجر واللي اسمه شو بيت ووردن. جوجل ات جس جوجل ات. بلكي بترك لكم اللينك تحت بصندوق التعليقات. هات اترك لحالي ريمايندر شو هيدا. اوكي لينك تو بيت ووردن. اوكي لانه اذا ما كتبت لحالي نوت اي ويل فورجيت. اوكي فخلق لحالك نظام باسوردي عجيب غريب لتخترع باسورد وحده. هيدي الباسورد تكون تعيت البيت ووردن. للأشخاص اللي بيروحوا بحبوا الراوت المدفوع فيكن تدفعوا لبيت ووردن I support them أو فيكن تروحوا على داش لين داش لين كمان من النظام المدفوع. كنت استخدم داش لين أنا قبل بيت ووردن. كمان عندهم على فكرة شو اسمه عندهم password manager for free if you use one device. ما بيعمل sync بين الأجهزة يعني إذا عندك تليفون وكمبيوتر هاد وهاد ما بيحكوا مع بعض بس بتورد بس بدك تدفع بيعملوا كلام مع بعض بيحكوا بيوزعوا الباسوردات بين الأجهزة. إذا بدك تعمل سينك وما بدك تدفع بتروح على بيتوردن open source. جماعة صرت عايد الجملة 60 مرة. it's very important يا الله it's very very important. okay نتفتين أخبار تكنولوجي كمان ضروريات. جهاز يقرأ أفكارك وبيخلص منشوراتك يحذركم من مين؟ من فيسبوك. كشفت مجموعة من التقارير الجديدة ما تعمل عليه حاليا شركة فيسبوك من منتجات ثورية مثل إدارة للتحكم أو أداة للتحكم في العالم بواسطة مجرد التفكير ووسيلة برمجية لتلخيص المنشورات الطويلة وتطبيق جديد يسهل أو بيسهل عليك مقابلة المشاهير عبر شاشة التليفون. أكيد بدك تدفع. خلال اجتماع لجميع موظفي فيسبوك تم بثه افتراضيا بمناسبة نهاية العام أعلن المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ أنه المشكلة أو الشركة أو أن الشركة تعمل حاليا على تقنية جديدة تتمثل في مستشعر بيتم زراعته داخل المخ لقراءة الإشارات العصبية وتحويلها إلى أوامر مباشرة وعلى الأغلب راح يتم استخدامها للتحكم بأجهزة الكمبيوتر بأوامر مباشرة من المخ وفقا لتقرير واحد من المواقع. كان موقع فيسبوك كشف خلال مؤتمر عم ببلغ بالصوت فجأة عطل مبرينا بشوية مي والله ما في أطيب من المي. كان موقع فيسبوك كشف خلال مؤتمر السنوي للمطورين الاف 8 بال 2017 عن جهوده في مجال تصميم واجهة التحكم المخي في الأجهزة الحاسوبية. وأعلنت حينها المدير السابق لقطاع ابتكارات فيسبوك السري بيلدينغ 8 أن الشركة بتشتغل على تطوير نظام للكتابة بمجرد التفكير بسرعة 100 كلمة في الدقيقة أي 5 مرات أسرع من متوسط سرعة الكتابة على الهواتف الذكية عبر شريحة عصبية في حجم حبة بازيلا بتم زرعها في المخ من دون أي أسلاك. حلو I like that. بتركبوها حاليا 3/4 العالم بتقول لا وكلا وتبا
later on in the future ولا تكون البي بابا متخلف ما بيخليني ركب شريحة بمخي مثل هلا بابا متخلف ما بيشتري لي موبايل. عمركم سمعتوا حدا بيقول هيك؟ إذا ما سمعتوا قرأوا التعليقات على بعض الفيديوهات الموجودة عندي على اليوتيوب مستخدمين موبايل مشان يكتبوا تعليق إنه بابا مش جايب لهم موبايل. ما علينا. أطلقت هواوي الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل الهارموني OS 2.0 للهواتف الذكية للمطورين، واللي بتسعى الشركة الصينية لجعله بديل قوي لنظام التشغيل جوجل أندرويد، وأنا أراهن على فوزه، واللي حرمت منه هواتفها الذكية العام الماضي. في مايو 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية حتى وإن كانت مفتوحة المصدر مثل نظام أندرويد من جوجل أو استخدام خدماتها. وفقا لما نشر موقع XDA Developers المعني بالأخبار التقنية، فإن المطورين يمكنهم الآن تجربة النسخة التجريبية من خلال تقديم طلب عبر الموقع الرسمي للشركة الصينية، وإذا تم قبوله فرح يوصل للمطور تحديث برمجي هوائي OTA بحيث يهيئ هاتفه لاستقبال النسخة التجريبية من Harmony OS. التقرير أشار إلى أن الإصدار التجريبي من نظام هواوي يتوافق للعمل مع مجموعة محدودة من هواتف الذكية، هي الهواوي P40, P40 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate Pad Pro, Mate Pad Pro 5G والMate Pad Pro Wi-Fi. هدول هن فقط في الخطوة الأولى، وبتعتبر هذه الخطوة بمنزلة نقل ثورية في تاريخ هواتف هواوي، إذ تتيح فرصة ذهبية لها لكسب ثقة المستخدمين من جديد، وذلك بعد أن عانت لفترة أو الفترة الماضية كلها من تراجع كبير في معدل مبيعاتها. طبعا انخفضت مبيعات هواوي بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 37.8% مقارنة بمبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب حرمانها من الاستمتاع بخدمات جوجل المختلفة وأبرزها متجر التطبيقات بلاي ستور. وضعت الشركة الصينية استثماراتها بقيمة مليار دولار لتشجيع المطورين على تقديم إصدارات من تطبيقاتهم على متجر الخاص الأب جاليري. أنا I respect what they're doing صراحة، خاصة في التعامل مع هكذا مشكلة، لما دونالد ترامب من نهاية السنة الماضية منعهم من استخدام منتصف العام الماضي منعهم من استخدام التطبيقات الأمريكية والسوفتورات الأمريكية والجوجل، وحتى حكى مع شركات البروسيسرز. المهم بده يقتلهم، كان they refuse to die and they developed an operating system وما سلطوا الضوء عليه إلا لكانوا جاهزين النسخة الثانية. يعني سمعنا كان إشاعات، بعدين انقتلت الإشاعات، بعدين رجعوا ظهروا من جديد. I think Harmony OS is gonna be something revolutionary، مش بنسخته الأولى، إن شاء الله يا رب يطلع بنسخته الأولى، بس I think أعطيه 3 سنين لـ5 سنين وحتشوفوا نقلة جدا نوعية في الهواتف المتحركة وإنترنت الأشياء بشكل عام. ف Harmony OS تذكروا هذا الاسم. بعد أوروبا، ولايات أمريكية تعتزم ملاحقة جوجل قضائيا. أوكي. وذكروا من يومين ثلاثة كان جوجل جيميل والجوجل سويتس أو شو كان اسمهم هلا سمارت وركبلايسز وركبلايس whatever واليوتيوب وكل خدمات جوجل كانت أوفلاين. بعد 24 ساعة خدمة جوجل البريدية الجيميل تواجه عطلا فنيا لأكثر من ساعتين. I don't know probably في هاكينج بالموضوع، يعني هيك صدفة مرتين ورا بعض، إلا إذا مسلمين السيرفر روم لواحد مثلي بيخبص الدنيا كلياتها. يعني جوجل عم تاكل بوكس ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع. قررت ولايات أمريكية ملاحقة شركة جوجل قضائيا بعد اتهامها باستغلال موقعها المهيمن على السوق لإبراز عروضها الخاصة من بين نتائج محركها البحثي، وذلك بعد يوم من التوحد الأوروبي لكبرى الشركات التكنولوجية المحتكرة لسوق الإعلانات. بيستاهلوا والله، بيستاهلوا يعني. أوكي
انت بدك تعرف انت شو، ما بدك تنافس الكل، غلط. فاينالي لعشاق الجيمز، اعلن شركة ابيك جيمز يوم الثلاثاء عن طرح تحديث جديد للعبتها فورتنايت، بيسمح للاعبين اللي بيستخدموا اجهزة حاسوبية بامكانات ضعيفة بعض الشيء بانهم يستمتعوا باللعبة ورسومياتها بشكل مثالي من خلال ميزة بيرفورمانس مود. هيدا رح يكون تحديث صح؟ اشارت الشركة الى انه الميزة الجديدة رح تخلي اللاعبين بيضحوا بالجودة العالية الخاصة برسومياتها في مقابل أداء انسيابي وسريع للعبة على أجهزتهم القديمة، وبذلك يحظى اللاعب بتجربة جديدة من دون التركيز بشكل كبير على جودة الرسوميات. إنه إيه، أنت بدك العنب ولا قتل الناطور؟ يعني إذا بدك ري تريشنج وشغلات مثل هيك وسوبر هاي ريفرش 600 فريمز بير سكند اف بي اس، على عيني وراسي، بجيب جهاز أدى. ما بدك تتسلى باللعبة، فيك تلعب على 30 frames per second، 15 frames per second، خفض الرزولوشن شوي وعلي الـ FPS نتفة. أمورك طيبة مان، مو متسلى اسمك أنه أنا فورتنايتي يا أخي بلعب. كثير مبين أنه ما له علاقة بالجيم صح؟ كثير واضحة، جدا جدا واضحة. يلا خلينا ننتقل للإيميلز. ليش دوديش بس نبرقنا بشوية مي. الحمد لله. دير مستر حسان، أخوكي حسان، يطول بعمرك. لا مستر ولا شيء. I hope this finds you well. I'm writing on behalf of Future Leaders International Private School Branch 2. Okay. شكله إيميل رسمي. As part of our leadership program, we try to encourage our students to take opportunities and benefit from every possible experience to grow and learn. It has been brought to our attention that you host children of different ages and backgrounds for the occasion of International Children's Day. We were at International Children's Day. هذا الإيميل من شهر 11. Copy. Search DuckDuckGo. امتى الانترناشنال تشيلدرنز داي؟ هاي ويكيبيديا. is celebrated on the 20th of November. Oops. Sorry. We were wondering if our students can take part in this show and speak out their minds about the topics you will be discussing. I'm looking forward to hearing back from you. I am terribly sorry. I will call you. I'll definitely call you today. I had an important email. I'm really sorry. I should definitely. Shame on me. Should pay attention to emails more. كيفك حسام؟ أهلا وسهلا عليا. أسا توني سمحت لي الفرصة إني أسمع البودكاست 110. بحب أحكي لك أني من وقت ما بعثت لك الرسالة الأولى لحد قبل يومين كنت عم بدور على طرق أني أدرس بالإمارات، وبالفعل غدرت لاقي وكالة أو مؤسسة، ما بعرف شو بيقولوا لها. لازم تعرفي عنا بالبلاد اللي عندها مدارس ببريطانيا لتعليم الإنجليزي، ب13/11 أعلنوا أنهم بيقدر يطلعوا طلاب من الإمارات ليتعلموا إنجليزي بمدارسهم في بريطانيا. فبعثت لهم رسالة إذا بيقدروا يساعدوني أتعلم بالإمارات، وكانت إجابتهم نعم. تذكرتك أنت اللي بتحاولي تقنعي بابا أنه يدرسك بالإمارات صح؟ وكان حلم من أحلامك، وقلنا لك احكي معه، بالأخير حكيتي معه واقتنع صح؟ صح. استفسرت أكتر وحكولي أنه هاي هني رح يكونوا مسؤولين عني بالإمارات، رح يساعدوني بالمعاملات، كورسات الإنجليزي، تسجيل للجامعة، وأني ألاقي سكن جامعي، وحكولي أني رح أكون أول طالبة عندهم تتعلم بالإمارات.
بتصدقش الفرحة لما شفت انه الطريق بلش ينفتح قدامي وصار عارض الواقع، صار عارض الواقع في هيك إمكانية. بآخر النهار رحت وحكيت لأبوي إني حابة أعمل كورس إنجليزي بالإمارات وإني حابة أكمل تعليمي في هاي الدولة، وهو انصدم شوي، وبعد نقاش بيناتنا وافق إني بلش بكورس الإنجليزي. وبالنسبة للتعليم الجامعي ما اقتنع كتير، حكالي إنه الإمكانية الأولى إني أتعلم بالبلاد. والله ما حق، فإن شاء الله مع بداية السنة الجديدة رح أزوركم بالإمارات لأتعلم كورس إنجليزي وخلصوا بعلامة معينة حتى أقدر سجل الجامعات عندكم. هيك أنا ناوي، مش ببالي أني أتخلى عن التعليم الجامعي بالإمارات ورح أقنع أبوي. شكرا كتير على ردك بالبودكاست وكتير فرحت، فخور فيه ولا زلت فخور فيك. الله أنك كفو. بس لك يا أختي رح نسميكي سارة. سارة، بدك تديري بالك من الإعلانات الإنترنتية، بدك تديري بالك من الوعود الوهمية، بدك تعملي بحث بما فيه الكفاية عن أي شركة بتوعد أي كائن حي في بلد آخر إنه الحياة وردية، رح يساعدوكي بالمعاملات والكورسات والتسجيل بالجامعة وإني لاقي سكن. الله جميل، في بلد تاني انت شو ضمنك؟ ما حدا بيعرف. انت شو ضمنك انه ما يجيبوك يحطوك بصندوق ويرجعوك يوزعوك على بلدان العالم بعلب تونة؟ ما حدا بيعرف. لا هاي جامعة مشهورة كثير عالمية. انت شفتي شي غير الويب سايت تبعهم والانستغرام تبعهم؟ شفتي ويب سايتات تانية موثوقة بتحكي عنهم؟ وهون البحث لازم يكون. لا 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 يا حشان خوفتني، ما هم قالوا لي ايه والحرامية بيقولوا لك ايه، والهيومن ترافيكينج مافيات الاتجار بالبشر بيقولوا لنا ايه، وبيوقع ضحاياها العديد من الباحثين عن الاحلام والحياة الوردية. كثير من الاشخاص العاملين في مجال الدعارة، عم بحكي جد والله يا اخوان، بتلاقيه ضحك عليه عايش الفقر ببلده وحلمه يروح على دولة غنية، بيشوف اعلاناتها بدل الواحد مية بغمض عينه بيحلم انه سايق البورش وعايش فوق الغيوم، بعدين بيشوف بيلاقي اعلان بمجلة انه هل تحلم في ان تزور البلد كذا وتشتغل ويتر نادل في مطعم أو سكرتير أو سكرتيرة أو كذا أو كذا، نحن منأمن لك بس تدفع المبلغ البسيط وبتروح، ومنأمن لك سكن وملبس وشرب والوظيفة دايركتلي بتروح بتاخدها، ومش أول ما يوقعوا وبيقبضوا منهم الفلوس بيحطوه ببوكس وبيشغلون بالدعارة أو بيشغلون أعمال إجبارية في شغلات ملهاش دين أم داعي في أي شيء. فديروا بالكم من الإعلانات الوهمية ودو يور ريسيرش، لأن الإنترنت غنية. أنا انضحك على my own brother بشركة استثمار بريطانية كانت تاخد منه كتير مصاري بالشهر استثمار بحقول النفط. يا برو شفت الشركة؟ ايه ممتازين فاتحين، اتصلوا فيني، اتصلوا فيك. ايه واتصلت فيهم، يعني رقم حقيقي. اتصلوا فيك من وين؟ من بريطانيا. طب ومصاريك وين؟ قال على الويب سايت. وعم تدفع لهم كم شهر؟ صار لك شهرين ثلاثة أربعة وريفر ستة. طب هذه الشركة وين وكيف وليش؟ قال لا ليك عندهم ويب سايت وعندهم انستغرام وعندهم تويتر وعم بياخدوا الفلوس وراح يجيبوا لي الناموس، راح يجيبوا لي العائدات والأرباح يعني راح يحققوا لي أحلامي ويعلموني إنجليزي ويسجلوني بالدنيا. يا حبيبي أنت عملت بحثك؟ قال لا خلاص، أنت شو بدكم تدخلوا فيه؟ حياتي ومسؤول عنها. طب هات لنروح نزور الويب سايت. هذا الويب سايت طلع مسجلينه أول امبارح،
بس تعمل بحث انه امتى تم تسجيل هذا الويب سايت، والعنوان المحطوط على موقعهم على الدوت كوم تبعهم على الويب سايت، بتروح بتحطه على جوجل مابس، بتلاقي انه عبارة عن قنجاج، I'm not joking، وحياء والله العظيم، قنجاج بمزرعة شي شمال لندن. طبعا قلنا بجوز غلط، بلشنا نبحث بالمواقع الرسمية، ولا كائن حي في كوكب الأرض سمعان بهالشركة. كتير حس بالسخن، كتير حس بالسخن من بعد ما عملنا لسه ما تعمقنا بالبحث، استعملنا تو كليكس، لسه ما اتصلنا بالمزرعة اللي جنبهم وقلنا لهم حتى هاي المزرعة اللي عندكم هاي إلكن ولا لحد تاني، مين الأونر، you know. فأرجوك يا أختي سارة، اعملي بحثك، والبحث يكون على حقائق مش على مشاعر، يعني على قد ما بدك انت الموضوع يكون ويتحقق، وهذا شو المشكلة يعني، حرص ولا تخون، والحذر مطلوب. يعني ابوك بيقول لك الاولوية تعلم البلاد على عيني وراسي، ودولة الامارات هي بلدك الثاني كدولة، شو عم يحكي على شركة خاصة، شركة خاصة شو لنا علاقة فيها يا اخي؟ ايه هون في شروط واحكام وقوانين وعلى عيني وراسي من الالف الى الياء، بس اذا انخطفتي مين بده يلمك؟ انت انت اللي مسلم حالك يا دولة الامارات هم تحميكي من الالف الى الياء، بما انك دعستي على الارض صرتي ببلدك، بس بدك توقعي على، بدك تروحي تشتركي بشركة او تسلمي رقبتك لشركة، ايه حتى لو على تفاهة او بساطة كورس انجليزي. ما هن هدول بياخدوا العالم، مش انا مش عم اقول انه هن هيك، بس عم فتح العيون على شغلات كتير بتصير، بفتحوا العالم على بيع الأحلام، بفتحوا العالم على من مكان بسيط إلى أحلام كبيرة ووردية، ومنوديك خاصة الجيل المراهق. ليه؟ لأنه خبراته الحياتية بتكون محدودة نوعا ما، يعني خبراتك الحياتية أنت مقارنة بشخص عمره 40 سنة مدعوك منيح بالحياة، هذا شايف حبتين أكتر منك. فأرجوكي أرجوكي أرجوكي، إذا أعملي سيرتش على دك دك جو أو جوجل وسيرتش عن السوسة وجيرانها، يعني مش بس تشوفي الويب سايت تبعها أو الانستغرام تبعها أو شو العالم حاكين عنها بالويب سايت تبعها، هذا حكي فاضي اسمه، يعني إذا هن حاطين بوست ومشترين مشاهدات ومشترين فولوورز أكيد رح يشتروا كومنتس. دوري على حدا تاني بمكان تاني. كيف؟ هون الشطارة بقى، شغلة عرج الـ FBI اللي فيكي. تخيل انه جوزك عم بيخونك، تن تن تن، مش رح تجيبي الرقم الوطني تبع اللي شاكة فيها من غير ما حدا يعرف؟ مان بتجيبي نمرة بنطلونها لما كان عمرها 12 اذا بدك. هذا العرق، هذا هدول الخبرات اللي موجودة بالدي ان اي تبعك، شغليهن على اي شيء تاني بدك تعمليه في حياتك. اعملي شوية ريسيرش يا اخي، ما بضر، نتفت ريسيرش يا الله يوفقك يا رب. وما تخافي، قال بعد ما حكى لك كل الحكي خطف وتجارة بشر ومش عارف شو بيقول، لا ما تخافي، ان شاء الله ان شاء الله. لا لا لا، حرص ولا تخونش، a little bit of research. هي اللي كتبت كيفك حسام، اسف كتير على الاخطاء الاملائية، بس انا وقته بالايميل كنت متوترة مع اني قرأته بعد ما خلصت كتابي، عذرا عما سقط سهوا. طيب الاسم يعني اقل ما فيها الواحد هيك يفخر باسمه حبتين يعني حبتين. اخ طيب خلينا نكمل اليوم، مبلش بكير يعني، مبارح كنا الساعة 6، هلا الساعة 5:30 الصبح، أنا مبلشت على 5، أكشل قبل 5 بنتفة، فمرتاحين بالوقت صباحا. نعم، بخلص طقوس الصباحية بين 4 و5، وببدأ كنت بالزمانات أتعلم شيء جديد، هلا عم بسجل البودكاست لأنه during the day شوي صعبة، فهلا عم مرق
العملية التعليمية أو قراءة الكتب هيك وانتو بكرامة بالحمام وأنا عم بتمشى على الدرج طالع نازل بالفواصل بالبريكات. يعني تمرر لك يا أبو نص ساعة قراءة خلال النهار وانت عم تعمل شغلات بسيطة. فأني بيضلوا الجدول يتغير بس المهم نضلك ماشي لقدام. يلا إيميل تاني كمان من شهر 11. هانت هلأ منوصل للسنة الجديدة. أنت تكتبين؟ نعم والله هيك مكتوب يا أخوان. هذا يعني أنك ستطرحين سؤالك على الأخ حسان؟ لا هاهاها سأشاركه لماذا لن أطرح عليه السؤال الذي طالما أزعجني. لكن إجابته وصلتني. أخ حسان السلام عليكم، وفقك الله وعائلتك لأعلى درجات التوفيق والرضا والسعادة. منذ صغري اعتدت التكلم والدعاء إلى الله في كل شيء، حتى وإن اشتهيت أكله أطلبها منه. حتى كبرت فأصبحت إذا احترت وأردت مساعدة لحظية أجد التكلم إلى الناس حتى وإن كانوا من أهل الاختصاص، أمر كبير وعظيم. حلاوة وروعة التكلم إليه سبحانه وتقرب الإجابة وتلقي الرسائل منه أمر عظيم لا يشطره أي شيء في العالم. لك نيالك 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 ألف نيالك إنك من التيم اللي يتذوق حلاوة هذه الرحلة الروحية. مبارح كتبت شيء على تويتر طلع في التوي واللحظة في بالي، واللي هو See the difference between believers and non-believers is that we see things they don't. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، شو ما كانت حالتك الإيمانية، المؤمن وغير المؤمن، إن المؤمن بيشوف شغلات غير المؤمن ما بيشوفها. بالله عليك خبرني مين الأعمى هون. فمن يتذوق حلاوة الكلام إلى ربنا سبحانه وتعالى، من اللي ما داقها عن جد على كوكب آخر، اللي لم يتذوق هذه الحلاوة وعد منغمس في الشهوات والحلوات الأرضية، اللي عندما تتذوق الحلاوة السماوية بيطلع كل شيء حلو على الأرض مر. عم بحكيكم جدي يا أخوان والله. يعني هدول من يبحثون عن المتعة الجنسية ومن يبحثون عن المتعة المخدراتية ومتعة الشرب ومتعة السم الهاري شو ما كان يكون، هدول مدى حلاوة السماء. لأنه بس يروح يلمس حلاوة السماء، صدقني ولا شيء طيب على كوكب الأرض بصير له قيمة، لأنه هداك إسا أطيبين أي مان أمبليفابل، كتير 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 نشوة من نوع آخر. يعني لا يوجد كلمة أرضية تعبر عن هذا الموضوع. تحدثت مرارا وتكرارا عن قصة أنه بهكذا رحلات على هذا الطريق في خلطة ما بين انك بتعرف وبتحس، بس هي لا انك بتعرف ولا انك بتحس. افضل شخص شرح هذا الموضوع ماذا يحدث في هذيك الرحلة هو كتاب اسأل تعطى، Ask and it's given. دوروا عليه يا اخوان، موجود بالمكتبات العربية اونلاين. اسأل تعطى بيشرح خاصة بالشابتر أو شابترين الأوائل عن أنه يعني الأشخاص اللي بيروحوا هيك رحلات أو بيتواصلوا أو بيتلذذوا في التواصل مع رب الكون أو هذا البعد، بيقلك أنه ما في كلمات بتوصف. يعني أنا لني فهمان ولني حاسس، وهي سعادة بس هي مش سعادة، هي شيء أكتر شغلات مثل هيك، سعادة بس مش سعادة، نشوة بس مش نشوة، بس أقرب شيء أرضي لإلها هو النشوة. عالم آخر برو، عالم آخر بده لغته الخاصة. نرجع نكمل الإيميل. اسم الكتاب اسأل تعطى.
أشعر وكأنني أخونه إن صح التعبير، أو أنني ألجأ إلى غيره فأخاف أن أغفل أو أعتاد على اللجوء إلى غيره، مع أنني نقطة طرأت مشكلة عائلية واحتجت جدا سؤالك فيها، ليس لأنني تركت سؤال ربي فقط لتجيبني مثل ما تفعل مع بقية الأخوة، لكن سألت الأعلى والأعلم سبحانه أولا، خمن ماذا؟ فطمأن قلبي وأعطاني الإجابة الحمد لله. كل ما أردت هو مشاركة هذه الرحلة الجميلة لحسان والأصدقاء لكي تتكلم عنها أكثر إن أعجبتك، ربما يستلذ بها أحدهم ويكلم الخالق وبريح نفسه. شكرا لك على كل شيء، كثر الله أمثالك وأدام الله عليكم النعم. رح سميكي سارة. إلهي كثر من أمثالك يا رب، وينشر البسمة والطمأنينة في الناس اللي حواليك، وسيماهم في وجوههم وفي قلمهم وفي كتابتهم. لك أنت إنسان هيك مبين عليك من الناس الكويسة، من الناس المريحة، من الناس اللي عن جد بتنشر السعادة في محيطها. الله يكثر من أمثالك يا رب. فأعتقد تحدثت عن الموضوع قبل ما أوصل للنقطة الأخيرة منه، واللي هي أنه مزبوط 100%. ما بعمرك تسأل عبد، ما بعمرك تسأل عبد وانت عندك شانل دايركت مع رب العبد، ما بعمرك تسأل عن حاجة وانت بعمر عندك دايركت مسج مع رب الحاجة. برو يعني مان، شو مكان دينك؟ ما هو اللي خلق دينك، بحكي الديانة السماوية، اللي خلق دينك عطيك الكرت الأخضر، عطيك الضوء إنك كرت ولا ضوء الأخضر، عطيك الصلاحية إنك تحكي معه دايرك. شوف البوزيتيفيتي، أنت من مدير البلدية عندكم ما فيك تحكي معه من غير 60 واسطة لتوصل، و60 سكرتير، و60 خود موعد. ايش اللي خود موعد مان؟ انت انوضعت هون مشان تخدمني انا، مشان تساعدني انا، فما بالك برب مديرك ورب مسؤولك ورب رئيس المدينة اللي انت فيها او رئيس البلد اللي انت فيها. فدايركت جميل مان، جميل. طيب استغل الموقف حبتين، مش استغلال سلبي، يعني استفيد، لانه انت المحتاج، هو مش محتاجك، هو مش بحاجتك، بينما مديرك بحاجتك، لأنه لولاك ما كان مدير. ربك مش بحاجتك، فيك وبلاك ما هو رب، فيك وبلاك هو الله، فيك وبلاك هو الكامل، فمين بحاجة التاني يا أخي؟ لو ما في ناس ما كان صار في رئيس بلد أصلا، هاجروا كلهم تركوا، ضلك رئيس لحالك أنت وديكين بالشارع. بينما الرب مش بحاجة الكواكب كلياتها، فأنت اللي بحاجته، فأنت اللي يجب أن تتودد إليه تقول له الحمد لله وشكرا، أنت اللي تقول له يا رب إذا فيها خير بعت لي إياها، وما تكمل يا رب إذا ما فيها خير صلحها وبعت لي إياها كمان مرة، إيش لم تأخذ قرارات عنه أنت؟ لا عليك يا شيخ، طول بالك يا حج، مش هيك يعني. هناك two levels، يعني ساتغورو one of the mystics yoga masters، سميه ما شئت، روحاني، عندي اعتراض على بعض تعليقاته الدينية، بيقول لك مشكلة الناس في الصلاة انه بيروح لعند الله يقولوا له شو بدهم، وبيروح لعند الله يقولوا له كيف يشتغل، كيف يعمل شغله، بدي هيك وهيك وبعدين بيصير هيك وبعدين بيصير ايش يا حج، مش هيك. بيقول لك اليوغا بتحل هذا الشيء، انك بتروح لهناك بتكون هيك، كن أن تكون فقط، من غير ما تحدد لازم يصير هيك ولازم يصير هيك ولازم، لا لا لا، just be you be، بتكون باللحظة. طبعا هذا الشيء أنا أعترض عليه، ليه؟ لأنه أنت المفروض عندما ترتقي في صلاتك and or التواصل مع خالقك، ما تروح تفصل اللي بدك إياه وتطلبه منه، لأنه رح تاخده، بس تروح هيك تتنعم فوق وتقول الحمد لله. تقول يا ربي اللي بتشوفه مناسب اعطيني اياه،
وتتمتع بغلبة وتعتير رحلة الأرض. لأنه الديفولت يعني الستاندر تبع رحلة الأرض غلبة ومشقة وتعتير، وما كنا قاعدين فوق مرتاحين. نزلنا لتحت وبعضكم أعداء لبعض. في ناس منا رح نكون أعداء حتى لو من نفس العيلة، بعدين أنا بستغرب جدا من هدول الأشخاص اللي بيسألوا ويتساءلوا إنه إذا أنت هيك كيف أخوك هيك، وإذا أنت هيك كيف أختك هيك، وإذا أنت هيك كيف زوجتك هيك. ما هو ربنا ضرب لك 600 مثل مان، ما هذا نبي، نبينا نوح ابنه قال لك لا 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 ما بلزمك. زوجة نبينا لوط قال لا 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 هي مش كويسة ما بتلزمك. زوجة نبي يا جماعة، زوجة نبي. كيف انت نبي ومرتك ايش، شو خص هاد بهاد مان؟ وضربنا الأمثلة في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة. هاد ما خصه بهاد، ما تشبكولي الشغلات كلها. عليك بنفسك، عليك بنفسك. ومن تلذذ بحلاوة التواصل رح يشوف، اللي ما بيشوف كن ربنا حامي على قلبه. واللي بيقول عنك انك عايش بكوكب لحالك هو اللي بيكون بيشوف. هو اللي ربنا هيك سمك وغلظ قلبه، ما انه شايف، ما مش شايف ولا هي شايفة. ان شاء الله تكون مرتك، ان شاء الله يكون ابوك، ان شاء الله تكون اختك، تدعي لهم بالخير. ما انت عندك فيك لا اكراه في الدين يا شباب، يعني مش بالصرماية تعوا لا لازم هيك. شو بدي يقول الناس عني؟ قولوا عني ما تقول يا اخي، قول عني ما. إذا ربنا سمك على قلبه هو همه الله نفسه، استغفر الله. ولا لك أنا شايف ربنا، ولا أنا شايفك، ولا أنا شايف غير، ولا أنا شايف أبوه، ولا شايف أمه. خلاص هو زي مقتنع هيك، هي البنت مقتنعة هيك، الله هيك موجه بصر بصر وبصيرة، وهناك فرق بين الاثنين. طيب أوكي عيني وراسي ماشي الحال. هل هذا الشيء يعني أنه بطل أنا أكون ما أريد أن أكون؟ لا، إذا بدهم بيقتدوا، ما بدهم الله يهدينا ويهديهم. شو ضمني انه طريقتي انا هي الصح؟ انا عم بتلذذ بهذه الطريقة. It sounds right to you، على عيني وراسي، اهلا وسهلا. بس it doesn't sound right to everybody else. كيف مش شايفين الحقيقة؟ ما في فرق يا جماعة. We said it before. We have an agreement between us. Believers see things that non-believers don't see. هذا شايف شيء، هذا الثاني مش شايف اصلا. بدك تيجي تقنعه غصب عن لا، بدك تشوف كيف مش شايف. لا مش عمي مش شايف. ضلن على عشرات السنين اخواني واخواتي اللي عندهم عمى الوان ما بيشوفوا الالوان. يا عمي كيف مش شايف التفاحه حمراء؟ تصاحي ايه ماني شايف التفاحه حمراء، منا حمراء. بالاخير اكتشفوا انه في شيء اسمه عمى الوان. ايه اوكي، ما بيعرف ميز اخضر احمر، فايتين بعض الامور. طيب انا بقول لك ماني شايف رب السماوات والارض، استغفر الله. ايه ماني شايف الزلمه، ايه وين المشكله؟ ربنا خلقه هيك غليظ القلب، نضربه بالصرمايه؟ لا ندعي له بالهدايه، حتى لو كان ابوك، لو من دمك، لو اخوك، لو زوجك، لو زوجتك، لو زوجك، لو زوجتك، ادعي له بالهدايه يا اخي. بس استر على حالك، انت المطلوب منك تستر على حالك. وهذه اعتقد موجوده بالديني، هي موجودة بالدي ان اي. ليه؟ لانه انت لما بتشوف ردة الفعل الطبيعية الغير مدرسة للاولاد يعني الاطفال، انه في الاطفال الواعيين، مش الاطفال الرضع، الاطفال الواعيين عند كشف العورة باي ديزاين بيغطوا العورة، باي ديزاين بيغطوا العورة. السترة الجسدية فما بالك بالسترة النفسية؟ نحن منعلمون العري، نحن منعلمون الغلط، نحن والبيئة المحيطة فيهم. والرحلة جميلة علينا وعليهم، بتكتشف اليوم، تكتشف بكرة. The sooner انك بتتلذذ بالشغلات الجميلة اللي بتلاقيها بالشق الثاني. بس مين قال لك انه كلياتنا لازم نكون صالحين يا عمي؟ لا، ما فينا كلياتنا نكون صالحين. لو كلياتنا كنا صالحين ما كنا نزلنا من على الشجرة، من فوق بسبب الشجرة ما كنا نزلنا. لا لازم يين ويان وشرق وغرب ومنيح ومش منيح، لازم التضاد، لازم اتنين مشان يبين مين المنيح ومين العاطل. بس مين اللي بيقرر مين المنيح ومين العاطل؟
لا أنا ولا أنت ولا الإخوة والأخوات اللي بيعلقوا بما أنك هيك ليش فلاني هيك، ما خصك. رب فلان ورب فلاني هو اللي بقرر، ولك عليك بعملك. أنت حفظوك كلمتين بالمدرسة إنه إذا بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك تفوت جنة؟ لا يا عمي مش صح أبدا، والله إن شاء الله تصلي من هون ليوم القيامة بل كمان حسبت لك، بل كمان حسب جد جد فكروا فيها يا أخوان، بل كمان حسبت لك بل كي... لا كيف ما تحسب لي دن دن دن. لا لا إيه عم إيه بحكيك جد من. صلي أنت واقف وأنت قاعد وأنت على راسك وأنت على رجلي وبدور العبادة وبرا الدور، وبعدين وروح تأمل بالطبيعة وعمول يوغا ماستر وعمول عمول شينغ هاو ماو، وبالأخير بل كمان حسبت لك يا عمي قالك عم تعمل في شي غلط. إيش إيه إيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب ماشي أعطيني الديفينيشن أوف أتقاكم. ما حدا عنده الديفينيشن ما هي التقوى. يعطيكم ألف عافية. اختلف التفسير والمعنى، في معنى عريض جدا للتقوى. طيب بلكي عملت توكي واحدة برات الموضوع، يعني الموضوع أكبر أكبر من أنه تتطلع بصحن غيرك مان، أكبر من أنك تتطلع بورقة غيرك. سألك سؤال بالله عليك، حتسافر ولا ما حتسافر؟ إيه آخرتك رح تسافر، يعني إذا اليوم ما سافرت بكرة حتسافر، يعني بالأخير بالمشرمحي إذا اليوم ما متت بكرة ميت، يعني مسافر. ضبيت الشنطة؟ أنت عارف شو ضابب؟ بجوز أنت عارف شو ضابب، بس أنت عارف لوين رايح؟ رايح مكان هيك بحر وأنهر وجبال، ولا رايح مكان شوي شوب بدك شورتات؟ منك منك عارف منضب هيك شوي وهيك شوي ما بيمشي الحال، بدك تضب يا هيك يا هيك. والحلو على المفرزة فوق بيقولولك تروح هون ولا تروح هون، يعني الموضوع حتى مش بيدك. فركز بشنتك إلهي جوزك وركزي بطريقك، لأنه الموضوع لا له علاقة بزوجة نبي، ولا له علاقة بنبي، ولا له علاقة بشخص، له علاقة فيك، بينك وبين حالك وبين ربك. السترة مأمور فيها والدعوة مأمور فيها انك هيك تنشر الخير، مش انه تدعو الناس للخير، مش بالإجباري كمان، انه خلص عمول شيء كويس يفيد بلدك، زي ننظف الشارع عندكم بالبيت بدل ما تكون واحد من الناس اللي بتفوا بالشارع بكبوا سجايرهم بكبوا العلكة تعيتهم بالشارع، ما شوف الشارع زبالة، ايه ننظف الزبالة اللي موجود تحت بيتكم، ايه ليش لا. الله يرحم باك ان ذا داي الجارات كانوا لما بيشطفوا بيتهم، في يوم من الايام بيشطفوا درج البيت كلياته، درج البناية كلياته لترلي، يعني بس 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 يجوا الإخوة والأخوات اللي بيساعدونا بتنظيف البيت لهون بقلن عمي ممكن لو سمحتوا تنظفوا قدام البيت برات البيت، بس تنظفوا نتفتين من برا البيت. صحيح إنه البناية اللي ساكن فيها بنظفوا الكوريدور كلياته طول الوقت، بس نساعد يا أخي وليش لا نساعد. إذا كان أمام بيت نظيف وأمام بيت جاري نظيف وأمام بيت جاري نظيف وهكذا وهكذا وهكذا، إخواني عمال النظافة بالبناية بخف التعب عليهم نتفتين. أوه جميل، يعني شو إحنا شو وصلنا لهالموضوع هذا؟ نو ايديا كيف وصلت هون، فقدت الذاكرة لمدة 3 ثواني. فإيه يا إخوان يعني وليكم بنرجع لنقطة كان المفروض أحكي فيها، واللي هي كيف نتصل ونتواصل. قلت لكم يا مرارا وتكرارا طريقي بيختلف عن طريقك، بيختلف عن طريقها، وطريقتي تختلف عن طريقتها، تختلف عن طريقته، والردود كنت عم بتواصل مع هبة نقشبندي اللي ما حضر البودكاست تبع هبة وما سمع البودكاست تبع هبة يشد ودفنت اللي عملوا لهم فولو، موجودين هن على هبة وعمر بقناة أنا ومرتي على اليوتيوب، رح أحط لكم الرابط تحت أنا ومرتي لينكس. موجودين على البودكاست عمر وهبة، تشابهت أطراف الحديث مع هبة بالتحديد على قصة التواصل اللي حكت عنه أختنا سارة في هذا الإيميل. هبة كانت متواصلة ومتصلة على بشكل جميل جدا قبل كم من سنة، صارت لها شوية ظروف
خرجت من نطاق الاتصال بسبب ظرف ما, بسبب الظروف هذه. اشتاقت فحاولت ترجع, ولكن قالت لي ما عم تزبط. تلا شو يعني ما عم تزبط؟ ما في شيء اسمه ما عم بيزبط. قالت لي I'm not reading the same signs, عم بعمل نفس الشغلات اللي كنت أعملها قبل والمسجز ما عم توصل. هون كانت the tan 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 moment. ليه؟ لأنه طرق الاتصال حتى وإن كانت تعمل في السابق, ما في تطور. الرسائل اللي بتوصلك والمشعريرات اللي بتوصلك المسجز هدول تختلف, حتى لذات الشخص تختلف. فليش دائما بنقول يا رب عطيني الوعي الكافي اني افهم عليك وافهم اقدر اقرا رسائلك. الادراك الكونشسنس انك تكون واعي ومدرك لما يدور حواليك. شو يعني وعي اصلا؟ شو يعني وعي؟ الوعي هو الحضور في الان في اللحظة. الوعي هو الوجود في الزمكان الآني, يعني في اللحظة الحالية في المكان الحالي. لا فكرة مرأت ولا فكرة ستأتي. ال- 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 الوعي إنك تكون ناو, هلأ بلمسة إيدي على الطاولة بالماوس باد اللي أنا لامسها, بحطت رجلي على رجل بدرجة الحرارة 20 بالمكان اللي أنا موجود فيه, بذبذبات الصوت اللي موجودة بأدنية من وراء الهيدفونز. I can feel my الشعر اللي على يدي الوبر. I can حس بالأكسجين اللي عم بتغلل عم بتغلغل برواياي, وعم بقول الحمد لله بنفس الوقت. أنا مدرك للضوء اللي جاي من الطرف, أنا مستوعب كل الأوضة اللي موجودة حوالي, مستوعب مش مركز بشي. عادة البشر بيشوفوا بس اللي بيركزوا فيه, ولكن هذا لا ينفي وجود شغلات تانية. أنت عم تطلع أمامك, ولكن عيونك جاي بمية وعشرين درجة. اللي موجودين على اليمين وعلى اليسار انت شايفهم, ولكن مش مدركهم. مع التمرن على الوجود, مع التمرن على الوعي, رح يصير ادراكك مش تركيزك, ادراكك لكل شيء موجود حواليك اعلى, وستتمتع بكل النعم اللي موجودة على حواليك وبشكل روحاني سبحاني عالي من فوق. سيتم التحكم بهذه الآلة واللي هي اسمها جسدك أو جسدك لي. It will gravitate towards, ستنجذب وتتجه إلى ما يجب أن تتجه إليه. أنت بس بدك تمشي إلى باب الأوضة تبعتك, تطلع على الباب وجسمك بيطلق أوامر لإيديك ورجليك وجسمك وعضلاتك وكل شيء إنه يتفاعل مع بعض لإنك توصل للباب, لإنه تمسك المسكة, لإنه تفتح. أنت هل بتعمل هذا الشيء بشكل واعي؟ إنه يا عضلات رقم 156 هلا بدك تتحركي بدرجة 45 وترفعي حالك بقوة 6 نيوتن. ما حدا بيشتغل هيك. خلص بتطلع على الباب بتقول خلينا نمشي, ولا حتى ما بتقول, بس بتتحرك لأنه لازم كذا 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 كذا. مع أنه العمليات اللي بتعملها جدا معقدة لأنك تفتح الباب في أوامر جدا دقيقة, بس أنت ما بتعملها بوعيك, أنت بتعملها هيك. كذلك الأمر لما بتتصل وتتواصل, راح تصير تشوف وتسمع وتحس هيك على أقل تعبير. يعني ليكو just
عيشوا اللحظة، عيشوا الآن، خليكن من تيم الحمد لله وكتروا منا على كل شيء وبكل وقت، وشوفوا كيف، شوفوا كيف عن جد عن جد عن جد كل شيء بالحياة رح يتغير. Literally everything will change. في شيء جواتنا رح بينفتح هيك وبيطلع منه ضوء، وهذا الضوء رح يفرجيك شغلات بطريقة جدا مختلفة. رح تصير أسعد، رح تصير calmer، أهدى، رح تصير قنوع راضي، رح تصير هيك بلس، سبح لليل، استرخاء. الشغلات الجميلة من جميلة 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 جدا جميلة جدا. ولكن رسالتي غير رسالتك، غير رسالتها. طب كيف بعرف؟ راح تعرف، راح تعرف. سكتر حبتين من الحمد لله شو ما كان تكون دينك، ما مش عمل لك صلي، هاي بينك وبين ربك، عمل لك بس حبتين الحمد لله. إمتى ما كان يكون فيك، إمتى ما كان يكون فيك، ودع الخلق للخالق. انت عليك بالحمد لله تعيتك، انت عليك بالهذا اللي قاعدين عايمينك ويسارك، انت عليك بدرج بيتكم، انت عليك بالحارة تبعتك. انت هتقول تعونك مان، هتقول تعونك. بدك تغير الكرة الأرضية، غير ببيتك بالأول. بدك تخلق فرق بالكوكب، ايه يعني بتخلق فرق بالكوكب، بس تذكر انه انت الكوكب، انت التغيير. So when you change yourself, a million people will change. A billion people will change in the right time. ومين بيتحكم بالتايم؟ لا أنا ولا أنت، رب التايم. So هذه هي يعني my two cents لما وصل إليه عقلي في هذه اللحظة. ممكن بكرة نتنور بطريقة تانية، نشوف شغلات تانية، هيك نعيد صياغة بعض الجمل، وسأقبلها بصدر رحب، وسأتمتع فيها، ورح تلذذ بهذه الرحلة، وإن شاء الله تكونوا أنتوا عم تتلذذوا برحلتكم. ولكن دائما وأبدا يا أخوان منحب نركز على نقطة جدا مهمة، واللي هي هذا الحكي اللي عم نحكيه هون هو سوالف. يا عم نتجاذب أطراف الحديث أخ مع أخوته، يا لاني عالم ولاني شيخ ولاني مفتي ولاني محامي ولاني جهة رسمية. دائما عجبكم موضوع روحوا اسألوا أصحاب وذوي الاختصاص. أنا لاني من أصحاب ولا من ذوي الاختصاص، عم نتجاذب أطراف الحديث. تمام تمام. ما بعرف إذا جاوبنا على الإيميل هاد، خليني بعمل ريسيرش بعدين عليه. صارت الساعة 6 يا حبيبي. I have to get ready for work. قبيلة، sending you love. Don't forget to share this podcast with some people that you love. وتواصلوا معي من خلال الإيميل info@hassanelsheikh.com. قريبا جدا راح افتح الانستغرام تبعي. صار لي شيء 60 كم لبثنا على الانستغرام. إلهي يفصل الكهرباء على كل مواقع التواصل الاجتماعي يا رب. Anyways إلى اللقاء.